السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم فيديو جديد في إفادة، ومادام الوقت ديال البافو ما كنتش غنحطه لكم دابا، ولكن غادي نحطه لكم لأن الوقت ديال البافو موجود دابا. كاين غا هاد البيريودية اللي كيفاش كيكون، انتم كيف ما كتشوفوا معايا البافو أولى باللعمان هو هذا. انتم كيدير هاد الوريقات حمرين، راه الوريضات عفوا، راه النايض دابا بزاف موجود، عندو الوريضه حمراء وعندو الزريعه ديالو هكا اللي بغا تغرسو ولا شي حاجه. هذه هي الزريعه ديالو، راه هي كيف ما تشوفوا معايا هكا. وبدي جيت لهاد البلاصه غا دايزه مع الطريق، كنت مشيت عند مولي الحليب، شريت عندهم الحليب وجبت البيض ونلقاه نايض حداهم. ايوا حنا نزلو تما، خلينا الطوموبيل ومشيت انا وجاكومو وقلعنا واحد شويه منه كيف ما تشوفوها، ومع عاوتاني الزريعه ها هي ديالو، شفتوها هكا وصافي. المهم غادي نهز منه واحد شويه، غا كميه قليله ماشي بزاف، راه كيعطي هو كيلوح كما كنقولوا. بركه كنهز غير الوريدات غا من الفوق وكنقلبها، الوريده اللي هزيتها كنحاول نعرف شنو فيها. المهم الزريعه كنسوسها ضروريه، كاين شي وحدين جاتهم الزريعه ماشي مشكل، وتنسوسهم اللي تكون فيهم شي حشره ولا شي حاجه، هذا هو اللي مهم. المهم راه كنهزها في يديه كنعرف واش فيها شي حاجه ولا ما فيهاش. صافي غادي نستعمر هكا كيف ما تشوفوا معايا. غيجي جاكمو دابا حتى هو يعاوني يدير الدور ديالو واحد شويه. اقابري دونالتي التي التي تيتولي ها كلابوس. ها انتم شوفوا شحال جمعت ديال باللعمان اولا البافو، شفتو هاد الميكرة لا بأس بها، درت فيها فضل الله. صافي غادي نديه دابا للدار وغادي نوري لكم اشنو اللي غادي ندير ليه. زوين بزاف هذا طبيعي. صافي حنا غادي للدار، هانتوما شوفوا فين نايض غا في جناب الطريق، راه هي الطريق غادا هو نايض غا في الجناب ديالها، لقيتو فين تخليو الطوموبيل وتحيدوه، راه مزيانه لكم القضيه. المهم هاد الفيديو راه سجلته قبل ما يفتح جاكمو عيني، لان دابا ما تنخرجوش الشمس بحال هكا، ما يقدرش يخرج دابا. هنا صافي جينا للدار، جت معايا باللعمان ها هو، ها شوفوا معايا شوف ما شاء الله، شتو هزيت غير الوريقات الفوقانيين دياولو شتوهم. ها شي وحدينات لا هز ليا جاكمو شي حاجه، ما عرفت انا غادي نحاول نعزلو هنايا هكا. هنا درتو كله هنايا ولكن كتير جاني كتير، غادي يبقى متراكم وغادي يتعطل باش ينشف ليا. دونك غادي ندير واحد سميتو واحد النار هنايا هكا، تنجيب واحد النار وغادي نفرشو هنايا هكا. نديرو هنا اوكي، غنديرو عليه على الاقل بعدا غير في الليل باش يبس ليا في الليل، وفي الصباح نجمع هاد النار ونحيدو نديه مثلا للبيت ولا شي حاجه. المهم حيت هنا عندي الكوزينه مهويه بزاف، هي البلاصه الكبيره عندي كاع في الدار، يعني الحاجه اللي درتها هنا كتنشف دغيا وداك الشيء. ها وغادي نشدو دابا وغادي ندير ليه هكا هنايا، كلشي نزلعو بهذا الشكل هذا باش دغيا ينشف. غادي نخليه دابا هنايا ينشف كما قلت لكم، غنخليه واحد يومين ولا 3 ايام ولا حتى ينشف ليا. المهم غا في الظل، ما غاديش يكون في الشمس باش ما يكحاش، باش يبقى اللون ديالو زوين طبيعي. صافي ملي غادي يبس غنقول لكم شحال ديال الوقت بالضبط، شد ليا وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش نوري لكم الطريقه كلشي ديالو، داكشي اللي غادي نستعمل به وكيفاش غادي نستعمله. اليوم اكثر من 10 ايام صراحه، والله ما نكذب عليكم اكثر من 10 ايام، ولكن ما ساليتش ليه، خليته في البيت. ها هو كيف ما تشوفوا معايا، ها شفتوا كتسمعوا القرمشه ديالو، ها درتو غا في البيت فوق هذيك البلاصه فين كتنعس امي، ديك واحد الناموسيه غاديه لواحد، خليت هاد الناب هكا كله تما وخليته. الباب كنحل غا سميتو غا الريدو، وكيبقى الجاج ولكن الشمس كتقيسو، ماشي كضربو نيشان الاشعه ديالها قريبه ليه ولكن ما كضربوش فيه نيشان، يعني الصهد كيدخلو شويه هو يعاونو هو يبس. انا ما ديتها مع جاكم وداكشي ما ديتهاش فيه، ما نكذبش عليكم باش نديرو هاد الفيديو بقى متعطل شويه، ولكن ما عنديش. المهم نتوما ملي غتحسوا به راه هو يبس مزيان كيف ما دابا هكا، هانتوما شفتوا صافي، يعني غادي يقبل تطحن. الا جاكم رطب ولا شي حاجه خليه حتى يبس مزيان. صافي غنديروا دابا في هاد
الميكينه ديال الطحين، غادي نبدا نطحن فيه هكا كنعمرها نهبط وغادي نمشي نطحن دابا. هنا صافي هذه الدفعه الاولى ها هي من بعد ما طحنتها. وتجيبوا الليبه، شي ليبه تكون عندكم رقيقه نيله باش تخرج لكم على هذيك الكميه اللي مزيانه. وغادي نحاول نلبسها لهذا، ندير بحال الشكل ديال الغربال لهذا الجبانيه هذه هكا. وغادي نحاول دابا نوضع هادشي اللي طحنته نديرو هنايا هكا، وغادي نحاول ندوزو بيديا هكا، وغادي نهبط غا داكشي يا ربي هذاكشي النيل غادي يهبط ليا من تحت. العمليه فيها شويه ديال الخدمه ماشي بزاف، ولكن راه النتيجه ديالها وعارفين شنو كديروا، ما كاين لا صباغه لا حتى شي حاجه، يعني العكر الفاسي اللي يعني بطريقه زوين ما فيه لا مكونات صباغه ديال الكيماويه لا حتى شي حاجه. ها اللون ديالو راه هو اللون ديالو الطبيعي، شفتوا اللون ديالو راه هو هذا الطبيعي، ما فيهش المواد الكيماويه. راه تيبيعوه لينا احمر، داك الاحمر ما عرفتش انا من كيفاش كيجي، ما يمكنش يكون بهذاك اللون هذاك، واخا يكون اللي كان انتم شفتوا باش تعرفوا. غادي نغربل كاع هذا الشيء مزيان، هذه الكميه اللي عندي، وغادي نتلاقى معكم. هنا صافي كملت هذا سميتو، غادي نخرجوا هذاك الشيء اللي كان شاط ليا هنا اللي بقى الفوق درته هنا، ها هو هذا الشيء اللي بقى ليا مدير مفرش شويه، ما منيلش ما بغيتش نبقى نعاود نطحن فيه. المهم بارك عليا، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو نوري لكم. وهذه الكميه هذه اللي طحنت راه كافيني انا وكثيره كاع مازال، ها انتم شفتوا. غادي نشد هذه الكميه دابا نيله، شوفوا اللون دو عدا غير اللون غادي يبين لكم بلي راه هذا طبيعي، وهذاك اللي تيتباع حمر راه حمر بحال الدم، هذاك راه العلاقه عنده مع هذا. شوفوا ما شاء الله راه درت غير شويه، استغلوا الفرصه ما حد بالعمان دابا موجود ولا البافو وديروه. ها انتم هذا اللي شططته كله، شوفوه راه نيلته وشططته مزيان هكا في هذه الليبه، هذا صالح لاي استعمالات. اللون ديالو هكا، ورغم ذلك راه غسلت يدي راه كاع حمارو ليا صبعاني مع كنت كنشطط بهم كاع حمارو ليا بهذا اللون ديالو. مشيت غسلت يديا وجمعت هاد الدنيا اللي هنا كاع غسلتها، وحطيت هذاك المولينيكس حتى هو غادي نغسلو اللي غربلت به اللي طحنت فيه عفوا. صافي وغادي نحط كلشي هنايا هكا، راه تيجدم هادشي. هادي غنخليها تندير فيها دابا، غندير لكم واحد جوج وصفات به. هذا غنسدو دابا غادي نخزنو، هذا هانتوما شفتو هذا فين ما بغيت العكر الفاسي غنلقاه، هو هذا ها هو موجود، غنكتب عليه هنا التاريخ وغنخليه. هذه خليها تنغسلها معليش. وهنا غادي نجيو غادي نجيب الصابون، الصابون هذا ديال الطوس، واحد شويه منه غنوري لكم مع هذا الصابون. انا هو اللي كيوافق ليا البشره ديالي ديال الطوس، غادي ندير معكم وصيفات بسميتو بالعكر الفاسي كيفاش تستعملوه. مبقاش ليا بزاف، بقات ليا واحد شويكيكه ما سخيتش بها، مبغيتش نخليها. هاي بقات ليا هادي، صافي انا كملت كاع هذا الصابون، راه غير شويه منه دورته تقريبا كله. صافي وغادي نشد دابا هكا وغادي نديرو في هاد الجبيبينه هادي اللي كان فيها العكر الفاسي اللي درتو فيها بالشكل هذا. صافي هادي الشغط تقادات المهمه ديالو غرميه لان فيه الريحه ديال الصابون، معليش غنديرو دابا هنايا. وغادي ندير من هذا، هادشي اللي تيبقى لكم هنا ما تبغوش تبقاو تعذبوا معاه ريوسكم استعملوه هنايا هكا. هادشي اللي بقى غادي ديروه في سميتو الصابون البلدي، الا عندكم الصابون البلدي الا بقى لكم بزاف ديروه في الصابون البلدي الا عندكم خلطوه معاه. انا عندي ولكن بنكهات اخرين، ما عنديش الصابون البلدي عادي. الا عندكم بغيت ديروا شعركم الحنه اللي بغات شعرها يكون حمر تدير ليه العكر الفاسي ديروه، انا غندير منه هكا هنايا. وغادي ندير عليه دابا ما ورد هكا الكميه بهذا الشكل، وغادي نحاول نخلط. هانتو شوفوا اللون، ها شفتوا اللون الطبيعي ديالو راه هو هذا، راه ماشي شي لون اخر، راه يكتب عليكم الكذاب اللي يقول لكم شي لون اخر. ها انتو ها اللون الطبيعي ديالو. دابا غادي نزيد عليه مع ولات عندي البشره ناشفه انايا، كانت انا دائما كاع في صغري وفي كل شيء كان فيا الحبوب في صغري كانت عندي البشره ميدمه، ومع الهرمونات كيتبدلوا وكبار السن تيدير تتولي البشره ناشفه. غنجيب واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، غندير واحد المعلقه صغيره ديال الزيت هكا، اللي عندها البشره ناشفه
اللي عندها البشره ميدمه ما تحتاجش دير الزيت. غنزيد نخلط مزيان هكا وغادي نخليه حتى الغدا هذا حتى يذوب، ما يبقاوش دوك الكويرات اللي تيبانوا ديال، نزيدوا شويه ديال المورد، دوك الكويرات اللي فيه ديال الصابون ما يبقاوش يبانوا هكا حتى يشرب مزيان ويذوب كلشي هذاك الصابون. ما ديروش ليه الماء طايب، ديروا ليه غير الماء عادي هكا. هذا غنخليه هكا، ها واحد الصابون. غندوز دابا المورد، ها هو ندي هنا هاد القريعه غندير فيها واحد شويه من هذا، نجيب واحد المعلقه نزيدها واحد شويه ديال الكاغط من هذا هكا، نديرو شي كاغط ديال الزريعه هكا بالشكل، وغادي نحطو هنايا هكا باش ما يتزلاش ليا. وغادي نهز من هنايا هكا نص ديال المعلقه ونخويه فيها، نخليه يمشي لتحت لما بغاش يمشي. هذا غنخليه دابا هكا، غادي نخوي عليه ما ورد نحيد هذا الكاغط صافي، نعمرت هذه القريعه ونخلطها دابا هكا نوري لكم دابا. خلي واحد شويه طلق واحد شويه، ها هما الوصفات دابا اللي درت هنا صافي. شوفوا معايا هذا الصابون غنشدو دابا وغادي نخويه هنا في هذه القريعه هذه هكا، باقي ما شادش راسو، بدا تيشرب ولكن مازال، راه غادي يولي قاصح، غيقصاح هنايا غدا ان شاء الله راه غيولي قاصح، مع قد ما بقى هنايا قد ما تيقصح، ولكن زوين تيولي بحال الصابون تتخدمو به. نحاول نقادو هنايا، المهم غادي نوري لكم مره اخرى، غادي نوري لكم قاصح كيفاش تيشرب. راه فايته مشاركه معكم الطريقه ديال الصابون هذا، غادي نمشي دابا للحمام وغادي نوري لكم كيفاش تيتستعمل. خلاص هذا اي حاجه بغيتو ديروه بها تديروه نتوما، ها هما بثلاثه دابا غنوري لكم دابا الاستعمالات ديال هذا وديال هذا. هنا صافي جيت لابابو ديال الحمام اكرمكم الله، وغادي نوري لكم هذا ها نتوما ملي كتخلطوها هكا تديروه في القطيل هاد الشكل هذا، راكم عارفين المورد مزيان للبشره وسميتو، وهذا حتى هو لاكار الفاسي. ها تديروا واحد القطينه وتدوزوا على الوجه ديالكم البشره ديالكم اللي مهتمين بها كدوزوا هكا. ها شفتوا غادي بغيت نوري لكم هنايا، المهم كينقي لكم البشره، وكتمسحوا وجهكم بمورد مسحوه معاه بالعكر الفاسي، ما تخافوش ما كيجدم ما حتى شي حاجه. ها نتوما شفتوا شفتوا كي داير ليا، شوفوا هذه مسحتها وهذه ما مسحتهاش هاي شفتوا. وهنايا هادشي اللي بقى هكا تنشد منه هذا باش ما نضيعوش، هذا غادي ندوشو الليل وغندخلو معايا الحمام ونغسل به. غنشد غير هاد شويه باش نوري لكم هكا، غادي ندير شويه ديال الماء هكا وتدهنوا به وجوهكم هاد الصابون هذا، نسد الماء هكا تدوزوه على وجوهكم وتتخليوه تخليوه واحد شويه، الا خليتوه واحد قسمين ولا ربع ساعه ولا هكا عرفتوا راه كينظف مزيان البشره كيخليها هكا تشعل. ها نتوما ما كايناش الحموريه، ها راه كاين تيطلق واحد شويه ماشي بزاف، حموريه راه كاينه ولكن ماشي ديك الحموريه اللي كتصبغ ولا شي حاجه. ها من هذا تعرفوا باللي راه هذاك الشيء اللي كيشوف لا كرفاسي وما كيتحيدش لكم الصباغه ديالو، يعني راه هي صباغه. ها نتوما هذه راه طبيعي كما جمعت بالعمان كما خدمتو كما وريت لكم كلشي، هذا هو الشكل النهائي ديالو، اللون ديالو الطبيعي كيطلق اللون ماشي كيحمر، ماشي ما كيحمرش. غنوري لكم يديا ها نتوما غنشللهم وغتشوفوهم ماشي ما حمرينش، راه حمرين ولكن ها نتوما شفتو حمرين، ولكن داك الحمر زوين ماشي داك الصباغه داك الحمر اللي تتعرفوا ديال العكر الفاسي اللي كيتباع عند العطاره كيوريو لكم. هنا غادي نوري لكم هذا الصابون من بعد ما تيجمد، تا هو شوفوا كتي ولي ها شفتوا تيولي قاصح بهذا الشكل هذا، تشدوه هذا بان لبسه حويجي بغيت نخرج باش نديروا لوجهي وتنديروا هكا لوجهي. ها شوفوا كتي يكون تيكون رطاب هذاك الصابون، وكندوزو هكا على وجهي وتنديروا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه تنخليه، وعاده تنغسلو عرفتوا كي تيخلي البشره، والله القسم ما نكذب عليكم راه تتبقى البشره بيضه 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 تتشعل خصوصا الى دومتوه شفتوا
راه بات هذاك الصابون، راه الغد ليه دابا عاد باش كنوري لكم فيه بات، يعني عاد باش عطاني هذيك تشد مزيان شرب كله. انا درتو هكا غير باش نوري لكم ديك العقوديه ديالو كيفاش وكلشي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تشجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه.